تكريم الحسينة الذين لم يستفيدوا من الحماية القانونية لأعمالهم الفنية. صراحة عدد ديال الفنانين أنا ممشين، عدد ديال الفنانين عندهم أعمال اللي تقريبا كتدخل ليها في التراث الإنساني، كاين في يعني كاين أعمال سواء في صعيد المجموعات أو الأغاني الفردية أو ديال التراث، فهاد الناس هادو كلهم ضايعين في حقهم. واليوم بصراحة كنشكر هاد الناس كامل اللي جاو، لأن الأغلبية ديال الناس هنايا يعني ما هما فنانة في الحقيقة ولكن كيجهلوا بحال الأمور هذه. العديد من الفنانين والمبدعين لا يعملون على تسجيل ملكية أعمالهم الفنية رغم وجود قانون منظم، قانون 002 المتعلق بحقوق المؤلف وحقوق المجاورة، لذلك على مدى يومين تم تسجيل عدد من الفنانين وتعريفهم بكيفية حماية إبداعاتهم، حيث لم يكن الأمر متاحا في السابق بالنسبة للفنانين الرواد من أمثال فريدة الحسينية. الديسكو اللي درت انا كانت عندي 13 سنه، انا اللي خليت موسيقى الناس دابا كيديروها، لو كان ماشي انا اللي خليت الموسيقى في العهد ديالي كانت ثلاثه دو فرقه اللي كانوا هنا في الحسيمه، تنعرفش نحفظ الموسيقى ديالي، كنت ضايعه بالمع، كل اللي يجي يسجل الموسيقى ديالي ما عندي ما ندير له، هو صافي داكشي اللي كيكون، وذلك من أجل التواصل والتحسيس للفنانين والمبدعين بهذه المنطقة، وكذلك من أجل تسجيل الفنانين والمبدعين الذين يدخلون ضمن إتقان الحقوق المجاورة. هذه الحقوق المجاورة تهم بصفة خاصة المغنيين الموسيقيين العازفين على مختلف الآلات سواء الوترية أو الإيقاعية، كذلك حتى الفوراق. بعد مدن الدار البيضاء وأكادير والحسيمة، المحطة المقبلة هي مدينة وجدة لاستقبال قاتب المغرب للهلفين الذي قام بالتفاتة تجاه محمد القمراوي أحد الفنانين الكبار بالحسيمة الذي يعاني بدوره من السرطان. القافلة التي تنظم ضمن الأيام الإدريقية لحقوق المؤلفة بهدف بناء جسر جديد للتواصل مع فنانين منسيين عانوا ولا يزالون من التداعيات السلبية للجائحة. الشغل على تيمة